ومن أجل ذلك فإنني أعلن أمامكم وأمام العالم أجمع، لأنه لم يعد أمامنا حلول، فالحل الأمثل اللي بنعمله وأمام شعبنا الفلسطيني أنني قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وسوف أعمل بكل طاقتي لكي نكون جميعا مع شعبنا لوقف هذا العدوان الهمجي حتى لو كلفنا ذلك حياتنا. فليست حياتنا بأغلى من حياة أصغر طفل من قطاع غزة أو من الشعب الفلسطيني، احنا مش أغلى. نحن نطبق أحكام الشريعة، النصر أو الشهادة، النصر أو الشهادة، وفي هذا المقام أنا أمام منبر دولي، فإنني أدعو قادة الدول العربية والإسلامية والأخيار من قادة العالم أجمع والأمين العام للأمم المتحدة لمشاركتي في هذا الواجب الإنساني. تفضلوا مع بعض كل من أجل وقف العدوان ونزع ذرائع الاحتلال وفعل كل ما من شأنه أن يحقق الأمن والسلام والاستقرار للجميع. كما أدعو مجلس الأمن صاحب 80 قرار غير منفذة إلى تأمين وصولنا إلى قطاع غزة، مش طالبين من وقت البيك، وصلنا إلى قطاع غزة، وسوف تكون وجهتي القادمة يعني بعد قطاع غزة بإذن الله تعالى بعد تحقيق ذلك القدس الشريف. نذهب للقدس الشريف عاصمتنا الأبدية.